صلوا على النبي محمد. ها تفيد على الحسن الأبقى فالورد أو ثنق حسن يا رب لنا الخلق غيره فلا يهوي تفيد على فالورد تضع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق فالورد تضع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق غيره فلا يهوي نزقا فيت على الحسن الأبقى فالورد تضع وتنقى حسن يا وسراج النور قد نلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رفقا فيت على الحسن الأبقى فالورد تضع حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يهوي نزقا فيت على الحسن الأبقى فالورد تضع